أحسن الله إليك. يقول نريد التفصيل في صلاة المنفرد خلف الصف. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فالمنفرد هو الذي يكون وحيدا خلف الصف، وليس المنفرد الذي يكون في شمال الصف منفصلا عن الصف أو في يمين الصف. قبل البارحة كنت أصلي في هذا المسجد فكان هنالك رجل يصلي بجوار حاويات الماء المبرد بمفرده موازيا للصف على يعني الجهة الأخرى من الصف، فمر شاب وأخذ يزجره ويقول اقطع صلاتك، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يا أخي أنت منفرد خلف الصف، أشغلنا حتى في صلاتنا في الحقيقة. وهذا ليس بمنفرد، هذا مصل في صف منقطع، والصلاة في الصف المنقطع مكروهة. هو في نفس الصف ولكن الصف المنفرد هو الذي يصلي بمفرده خلف الصف، فيكون قائما خلف الصف. فإن كان امرأة فصلاته صحيحة بلا إشكال، وإن كان رجلا فصلاته على الراجح من أقوال أهل العلم لا تصح، فلا يجوز للرجل أن يدخل في الصلاة وهو منفرد، بل إما أن يتقدم بجوار الإمام أو يدخل في الصف، فإن لم يتيسر له فإنه يقف، فإن جاء أحد صلى معه، وإن لم يأتي أحد انتظر على الراجح حتى يسلم الإمام، فإذا سلم الإمام فإن أتت جماعة أخرى صلى معها، وإن لم تأتي جماعة صلى وله أجر الجماعة. لأن القاعدة الشرعية أن من عزم على الخير وبذل أسبابه ومنعه منه مانع شرعي أو حسي كتب له أجر العمل، فهو لا يضره شيء. بعض الناس يقول يعني الضرورة، نقول ما في ضرورة، لأنه لو انتظر حتى فرغ الإمام وصلى كتب له أجر صلاة الجماعة التي كانت أمامه والحمد لله. فلا إشكال في المسألة، ولا نخالف الحديث الصحيح بحجة الضرورة. والراجح من أقوال أهل العلم أن من صلى منفردا خلف الصف فصلاته باطلة، لصحة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لكن لو أن الرجل بدأ صلاته منفردا ثم دخل في الصف، بدأ صلاته منفردا كبر ثم دب حتى دخل في الصف، فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. يعني إذا جاء الإنسان وقد سمع ركوع الإمام فقبل أن يصل إلى الصف كبر الله أكبر وركع ومشى حتى وقف في الصف، صلاته صحيحة. نعم.